الجو بلش يدفى معه. مضبوط عم يدفى. ويمكن الجو يسخن أكثر من هيك بكثير. أي والله أنا هيك شايف كمان. والله يا ريت تقصر الشر وتمشي. لا هي مأمون. هذا الأستاذ سامر. شخصية معروفة بالبلد. واجب علينا احترامه. حتى لو كان قليل التربية. حتى لو كان قليل الأدب وتافه. على الأقل كرمال أبوه. والله يا سيد مأمون. صار معلمك زهير بيعرف يلعب بالألفاظ منيح. بتعرف؟ ذكرني بشخصية كرتونية اسمها أبو الحروف. قلت لك أصور الشر وامشي أحسن لك. لا لا يا مأمون. قلت لك هذا الأستاذ سامر ما بصير واحد يتعامل معه هيك. طب هيك عم تضرب ليه؟ شو بدي أعمل لك؟ إذا نسيت جيب مرافقتك يا حيوان. أنا حيوان؟ بس 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 عم يضرب ليه؟ بس عم يضرب ليه؟ عم تضرب ليه؟ عم تضرب ليه؟ يسر يا شباب. عفوا استاذ سامر بس في مجال تتركنا شوي انا والانسه هنا بدنا نحكي كلمتين على انفراد. خلص بعدين بشوفكم شباب. منى انت شو رايك فيني؟ شو بعمل يعني؟ انت الوحيده اللي بثق فيها وبحس اني ممكن اكون قدامك على طبيعتي وبدون تكلف. قال شو؟ أنا هلا بدها تحاول إنه تتغير. بعد شو؟ بعد خراب مالطة وضواحيها. على فكرة وشك كتير مغري للرسم. والله ما عم بمزح، عم بحكي جد. كل خط فيه بصير لوحة. حكاية عن تناقضات حياتك. جبروتك. ضعفك. حبك، حقدك، تعبك، راحتك، كل تعبير بوشك بصير لوحة. تعرفي يا بنت، انت لازم تكوني شاعرة وأديبة وفنانة تشكيلية. ليش؟ مو عاجبك فني؟ لا لا بالعكس أنا ما قلت هيك، بس كلامك دافع كتير وعميق كتير، في معاني إنسانية عالية جدا، ومثل اللي عندي أنا فكري عالمي زيادة. اللي من إمتى ما قريت الرواية؟ من زمان، من وقت ما هي بلشت تكتب. تجوزيني يا بنت. يا بنتي عم تضحك علي، عم تاخذني على قد عقلاتي. لك ابني مو حلوه نروح نخطب هلا، هلا جماعه ملتهيين ابنهم.
هو البلد وين تأتي تبقى؟ يا بي يا بي إذا ما أنك موافق عليها مو شايفها مناسبة مو حلوة. هلا مين جاب سيرة الحلاوة؟ أنا عم لها طول بلد يومين ثلاثة بس شو ما حدا غيرك يعني شايف يا بي شايف ما قلت لك عم تاخذني على قد علاتي. أستغفر الله العظيم على النهار. هلا استناني حتى خلص هالكم شغلة بين إيدي منروح منخطبها. ولك ابني قبل ما نخطبها في كلمتين ثلاثة بدي لك ياهم. لسه بدنا نحكي؟ لسه بدنا نحكي يا بي كلمتين ثلاثة؟25. تفضلي تفضلي مدام مثل ما عامل لك رح ورجيكي احسن وارخص بضاعة بالسوق اذا ما عجبتك بتروحي على السريع. تفضلي تفضلي عندنا غير فلوس وفلوس. خلصنا بقى شو هالحركات بقى من امتى بنعمل حركات على بعض خلصنا بقى عيب عيب خلص تفضلي مدام بياكل محل تحت خدامتك. شرفي شرفي مدام شرفي عندي احسن بضاعة بالسوق مثل ما قلت لك هلا بتنقي وبتشوفي على كيفك. تعال تعال هلا روح وصي لك كاسة شاي للمدام على السريع يلا امرك على السريع. تفضلي تفضلي مدام هلا بتعيني على كيفي عندي احلى بضاعة بالسوق. شفي شفي تفضلي تفضلي شوفي احلى بضاعة عندي بالسوق. شرفي نقي واختاري على كيفي اللي بيعجبك شيريه ببلاش بدون مصاري. ما بك شي ما بك شي خدام الاوادم انا ان شاء الله ما بيبقى هالمشي. وين وين الشاي؟ هلا ثواني بصير عندك. ليك ما احلاها فعلا ليك ما احلاها. هذا اللي كان ناقصني اصلا انا وحده تافهه مثل منى تقعد تلعب فينا. لا ما عم تلعب فينا. لا بشرفي ما حزرت لا بشرفي ما حزرت. خلص يا زلمه طول بالك يعني مش بدنا فيها. انا اصلا ما عاد بدي اياها. ليش الشغله على كيفك وكيفها ولا ها على كيفك وكيفها؟ طول بالك طول بالك. تفضل انت. يا حلوة شو ليش مو عاملة غير كاستين؟ اه لا هدول مشوا انا عندي دراسة. يلا روحي ادرسي هي عندها دراسة لأني. ايه ندى شوفي ايه يلا جاي جاي جاي.